مساكم الله بالخير جميعا. طيب هلا باري، الحمد لله على السلامة، شلونك؟ يا مرحبا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى أو الليلة معنا سورة البينة. سورة البينة سورة مدنية، ولما نزلت هذه السورة على النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه استدعى أبي بن كعب الأنصاري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة. ثم قرأها عليه، فقال أبي: وسماني؟ يعني الله سماني؟ قال: لك اقرأها على أبي باسمي هذا بالاسم؟ قال: نعم. فبكى رضي الله عنه. لا شك فضل عظيم لهذا الصحابي الجليل الذي كان من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. قال: نعم سماك. فبكى أبي رضي الله عنه. وهذا الحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. على كل حال، قلنا هذه السورة سورة مدنية، ابتدأت بقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كسائر السور عدا سورة براءة كما قلنا. وبسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة في بداية كل سورة، واختلف أهل العلم في الفاتحة هل هي أيضا آية مستقلة أم أنها آية من الفاتحة، والجمهور على أنها آية مستقلة أيضا في الفاتحة، وذهب الشافعي إلى أنها آية من ضمن الفاتحة، يعني من ضمن الآيات السبع، والعلم عند الله تبارك وتعالى، والأقرب قول الجمهور. على كل حال، سورة البينة، قال الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، نجد أن الله تبارك وتعالى هنا فرق بين أهل الكتاب وبين المشركين، مع أنه سبحانه وتعالى قال: الذين كفروا، فشملتهم كلمة الكفر، فقال سبحانه وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فأهل الكتاب والمشركين والمشركون كفر كما قال الله تبارك وتعالى، ولكنه ميز بينهما، جعل أهل الكتاب يعني فئة، وجعل المشركين فئة ثانية، وجميع هاتين الفئتين ينطبق عليهم أو عليهما اسم الكفر. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. والفرق بين أهل الكتاب والمشركين في قول الله تبارك وتعالى عن المشركين: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقال سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فحرم الله نكاح المشركات، ثم قال سبحانه وتعالى: واليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فأباح نساء أهل الكتاب. فتميز أهل الكتاب عن المشركين بأنه أبيح الزواج من نسائهم، وأهل الكتاب عندما تطلق يراد بها اليهود والنصارى، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. إذن هم يشتركون مع الكفار في أو مع المشركين في كونهم كفارا، ويختلفون في أن لهم أحكاما خاصة، وذلك لأن كفرهم أخف من كفر المشركين، كما قال الله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فكفر النصارى أخف، ثم كفر اليهود أشد، ولكنه أخف من كفر المشركين. ثم يأتي بعد المشركين كفر المنافقين، وهو أشد، لقول الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فكما أن المؤمنين درجات، فالكفار دركات.
والميزة الثانية لأهل الكتاب على المشركين أنه تجوز ذبائحهم، يجوز أكل ذبائحهم، كما قال الله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والمقصود بالطعام كما جاء في البخاري عن ابن عباس هو الذبائح، وليس المقصود الطعام الأكل بشكل عام، وإلا نحن كل أكل أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. تكون البزالية الصينية تأكلونها؟ تأكلون البزالية الصينية، تأكلون العيش الصيني، هذا ليسوا أهل الكتاب، ملاحدة، ونأكل طعامهم ما عندنا مشكلة، لكن المقصود بالطعام الذبائح، المقصود بالطعام الذبائح. ولا الآن كان ضاري ما تجوع الآن بكوريا إذا كان الطعام هو جميع أكلهم، ولكن المقصود الذبائح، المقصود الذبائح. في القصد إذن أن طعام أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى أي ذبائحهم مباحة لنا، وذلك لأن كفرهم أخف من كفر المشركين، مع أن أهل الكتاب مشركون في الأصل، كما قال الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إلا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أنهم مشركون، فأخبر الله أنهم مشركون، فهم يشركون بالله تبارك وتعالى، ولكنه على كل حال كفرهم أقل وأخف من كفر عباد الأصنام والوثنيين وغير ذلك. نعم. قوله سبحانه وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله. منفكين اختلف فيها أهل العلم، ما معنى منفكين؟ بعضهم قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي مرتدعين حتى تأتيهم البينة، وكأن البينة عذاب، يعني لم يكونوا مرتدعين حتى تأتيهم، فكأن البينة هي التي تردعهم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. أو يكون معنى منفكين كما قال بعض أهل العلم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي متروكين حتى تأتيهم البينة، يعني كأنه إذا جاءت البينة تركوا، وهذا أيضا غير صحيح. وإنما الصحيح أن قول الله تبارك وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، أي لم يكونوا متروكين بلا دعوة حتى تأتيهم، أي حتى ندعوهم، والبينة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن من قرية إلا خلف وإن من أمة إلا خلف فيها نذير. فالمقصود لم يكونوا متروكين من الدعوة، لم يكونوا متروكين من إرسال الرسل، لم يكونوا متروكين من هدايتهم إلى الصراط المستقيم، هداية الدلالة والإرشاد، أبدا لا يتركهم الله حتى يدعوهم سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إليه لا ترجعون. فهم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى، يرسل إليهم الرسل وينزل إليهم الكتب حتى يستجيبوا لأمر الله تبارك وتعالى، حتى تأتيهم البينة. البينة هي الشيء الواضح، البين الشيء الواضح البين، وهكذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جئتكم بها بيضاء نقية. فهذا الدين دين واضح، دين بين لا إشكال فيه، بخلاف من يقول إن ديننا صعب مستصعب أو إن أمرنا صعب مستصعب، هذا غلط باطل، بل هذا الدين سهل واضح مبين. نعم. قال: رسول من الله، وهذه هي البينة، البينة هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. التلاوة هنا تلاوة الحفظ، وإلا النبي أمي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، وإن المقصود تلاوة أن يتلو محفوظه، لا أنه يتلو يقرأ شيئا مكتوبا، وإنما يتلو ما يحفظ صلوات ربي وسلامه عليه. يتلو صحفا مطهرة وهو القرآن الكريم، فيها كتب قيمة أي مكتوبات، كتب بمعنى مكتوب، مكتوبات قيمة أي مستقيمة واضحة هادية إلى الصراط المستقيم. ثم قال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب. هنا الآن لم يتكلم عن المشركين، الآن صار الكلام عن أهل الكتاب فقط. قال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. تفرق أهل الكتاب واضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة،
وافترقت النصارى على 72 فرقة فهم تفرقوا كما قال الله تبارك وتعالى فمنهم مؤمن ومنهم كافر فمنهم من كفر ومنهم من آمن فهم تفرقوا لا شك في هذا. وهناك من جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به كالنجاشي وعبد الله بن سلام وغيرهما، وهناك من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض وند وصد وكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى هذا التفرق الذي وقع بينهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا جاء بعد أن جاءتهم البينة. ومن هذه البينات قول الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هم يعرفون النبي معرفة صحيحة صلى الله عليه وسلم ويعرفون أنه نبي وأنه صادق وأنه من عند الله تبارك وتعالى، ولكنهم حملهم الحسد على ترك أمر الله تبارك وتعالى. قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، وخصهم هنا ولم يذكر المشركين، المشركين لا يعلمون بالنبي صلى الله عليه وسلم بينما أهل الكتاب يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، النبي مكتوب عندهم ويعلمونه صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الذين معه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على السوق. إذن يعرفونهم، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون أصحابه ويعرفون صدقه صلوات ربي وسلامه عليه. قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، البينة كذلك قلنا هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي هذا المطلوب منهم أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء أي مائلين، الحنيف هو المائل عن الباطل إلى الحق، فكل شيء حنيف أي مائل، ومعنى حنفاء أي مالوا عن الباطل إلى الحق. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان حنيفا لأنه ترك ملة قومه الباطلة ومال إلى الحق، ومال إلى الحق. قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي إذا قام الإنسان بهذه الأمور وهي أنه آمن بالله ثم أقام الصلاة وآتى الزكاة فقد استقام على الصراط المستقيم، هذا هو دين القيمة، أي هذا الدين الذي يريده الله سبحانه وتعالى. ونقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.